بكم مشاهدينا في هذه الجوله التي نطالع فيها سويه ما تنقلته الصحف الصادر لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض لاهم رسوم الكاريكاتير حل الموقع الجغرافي المثقل بضعف الرؤيه التطويريه في الشرق الاوسط وبالا على شعوبها وجعل من المنطقه الاستراتيجيه في الجغرافيا العالميه هدفا لنفوذ القوى الدوليه على مر التاريخ القديم والحديث وضحية لمصالح المتجددة والمتناقضة قطعيا لمصالح تلك الشعوب هذا أبرز ما جاء في الصحف أما بدايتنا فهي سورية ومن صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت روسيا تكثف تحركاتها الجوية شمال غرب سوريا قالت الشرق الأوسط تزامن إعلان مصادر إعلامية روسية عن تعزيزات أرسلتها موسكو إلى منبج مع بروز معطيات عن تكثيف تحركات الطيران الروسي فوق ادلب خلال الايام الاخيره ورغم ان وزاره الدفاع الروسيه التزمت الصمت في الحالتين ولم تعلن عن تفاصيل تحركاتها فان اوساطا روسيه لفتت الى ان موسكو تسعى الى مراقبه تحركات الاطراف تحسبا لوقوع مواجهات جديده وراى معلقون ان الهدف من جلب هذه المعدات العسكريه هو تعزيز مواقع الحكومه السوريه وروسيا في المناطق المحاذيه لاماكن تمركز جيش الاحتلال التركي خصوصا بعد الحديث عن نيه انقره شن عدوان عسكري في المنطقه ولفت الى ان التطور جاء بتنسيق مع قسد في اشاره الى ان التعزيزات بدات في الوصول الى المنطقه منذ نحو اسبوع وما زالت متواصله اما العربي الجديد فلقد كتبت جدد الجيش السوري الليله الماضيه خرق وقف اطلاق النار في ادلب تزامنا مع تحليق مكثف من طيران الاستطلاع الروسي وارسال مزيد من التعزيزات العسكريه الى المنطقه وذكرت مصادر محليه للعربي الجديد ان الجيش السوري قصف بالمدفعيه الثقيله مناطق في بلدات سفوهين والفطيره وكفر عويد بريف ادلب الجنوبي الشرقي متسببه في اضرار ماديه بممتلكات المدنيين واضافت المصادر ان القصف جاء تزامنا مع تحليق مكثف من طيران الاستطلاع الروسي فوق المنطقه مضيفه انه لم يتم اي رد على القصف من قبل الفصائل المسلحه التابعه للاحتلال التركي وقالت المصادر ان تعزيزات عسكريه للجيش السوري والفصائل المواليه لايران وصلت مساء امس الى محور سراقب شرق ادلب كما وصلت تعزيزات الى محور كفرنبل في ريفها الجنوبي موضحه ان التعزيزات جاءت من ريف حمص الشرقي وريف دير الزور. أما وكالة نورس بريس فلقد كتب الدكتور أحمد يوسف تحت عنوان الشرق الأوسط في خارطة تبادل الأدوار. بات الصراع العالمي على هذه المنطقة أسير تجاذبات القوى العظمى الخاضعة هي الأخرى لتغيير الأدوار والنفوذ تبعا لحجم كل منها ويبدو من متابعة خارطة النفوذ العالمية أن شكل الصراع الجديد في المنطقة سيتخذ صراع النفوذ الأمريكي الصيني سمة بارزة في المرحلة القادمة، مع التوقعات من حصار نفوذ الأول وتوسع نفوذ الأخير. سيصطدم المشروع الصيني الطموح بالرفض الأمريكي في المنطقة وسوف تسعى الأخيرة إلى إعادة ترتيبات الجيوسياسية لدول المنطقة بالشكل الذي يؤمن مصلحتها المستقبلية. وتحجيم الدور الصيني في المنطقة. نرى ان هذا التناقض الامريكي الصيني في المنطقة يخدم مساله دعم الولايات المتحدة لتاسيس كيان كردي من اجل اجراء التغييرات الجيوسياسيه المطلوبه في المنطقة عبر وضع حد للطموحات التي تسعى دول المنطقة الى تحقيقها من خلال التوجه نحو اقامه العلاقات مع الصين. اما في الشان السوري ايضا فلقد نشر موقع المونيتور وتحت عنوان اطماع تركيا تتجاوز النفط السوري تقريرا لرنا الاحمد لنتابع ينظر الكرد السوريون بعين القلق للخطط التركية والتي تمتد إلى أبعد بكثير من الاستحواذ على حقول النفط في منطقتهم فوفقا لبعض المراقبين أن الهدف الاستراتيجي لأنقرة هو القضاء تماما على المنطقة التي تدار ذاتيا في شمال شرق سوريا والتي تعرف باسم روج آفا وقد تم تداول تقارير في وسائل الإعلام في السابع من أذار مارس حول تفاهمات جديدة من المتوقع أن يتم التوصل إليها قريبا بين الإدارة الذاتية ودمشق تحت رعاية روسية وبحسب التقارير فقد التقى المسؤولون الروس في الخامس والعشرين من مارس آذار بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في القامشلي لهذا الغرض الكاتبة والصحفية نالين بوتان أوضحت للمونيتور أن المبادرة ليست جديدة لكن الكرد لا يثقون بالجانب الروسي أو النظام السوري كما ان روسيا اقترحت مبادرات مماثله في الماضي ففي يومي الثالث والرابع من شباط فبراير التقى وفد من الاداره الذاتيه مع وزيري الدفاع والخارجيه الروس في قاعده حميميم الجويه في اللاذقيه. الوفد والوزراء توجهوا بعد ذلك الى دمشق حيث التقوا برئيس مكتب الامن القومي السوري اللواء علي مملوك. وفي ذلك الوقت وعد الجانب الروسي الكرد بدعم وضمانات شامله كصفقه بين الاداره الذاتيه ودمشق، لكن ذلك لم يحدث. وبعد الاجتماع نفى الرئيس السوري حضور الكرد وقضيتهم التاريخيه في سوريا في تصريحات اثارت انتقادات لاذعه على وسائل التواصل الاجتماعي. الى ان الكرد لم يقفوا مكتوفي الايدي حيال ذلك بل سارعوا في عرض وثائق تثبت وجودهم التاريخي في سوريا وبالتالي لم يعد يثق الكرد في الجانب الروسي ولا في حكومه دمشق والان ننتقل الى الشأن العراقي عراقيا صحيفه العرب اللندنيه لقد كتبت تخوض كل من ايران والولايات المتحده الطرفين الرئيسين في التنافس على النفوذ في العراق ما يشبه السباق لخلق اوضاع ملائمه لكل منهما في البلد الضعيف والمفتوح بشده على مختلف انواع التاثيرات الخارجيه وبينما سرعت واشنطن من عمليه اعاده ترتيب اوضاع قواتها الموجوده داخل الاراضي العراقيه ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحده ضد تنظيم داعش وفتحت الباب لاجراء حوار استراتيجي مع بغداد لاعاده تنظيم العلاقات بين الطرفين في المستقبل وصلت ايران جهودها لتنصيب حكومه عراقيه جديده مواليه لها دون ان تنقطع عن استفزاز اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر الاعاز للفصائل الشيعية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بتهديد المصالح الأمريكية في العراق وتوجيه ضربات محدودة لقواعد تضم جنودا أمريكيين أما القدس العربي فلقد كتبت كشف وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء كورونا جعفر علاوي عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال إلى التاسع عشر من نيسان أبريل الجاري وإعادة تنظيم دوام الموظفين بنسبة 25% وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من ألف حالة ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن علاوي قوله أن حظر التجول سيم سيمدد إلى يوم التاسع عشر من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص مشيرا إلى تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسبة 25% لأن أجهزة الدولة توقفت خلال فترة الحظر وتابع لا توجد هناك مخاوف على الوضع الصحي في العراق مع تزايد أعداد الإصابات فالأدوية موجودة والمستشفيات مهيئة فضلا عن الكوادر الصحة الصحية المتهيئة بالكامل كما أن الوضع المالي أفضل من السابق وتم توزيع بعض الأموال على المحافظات وفي الشأن العراقي مقالنا من صحيفة نيزفسمايا جازيتا الروسية والتي نشرت تحت عنوان الولايات المتحدة يمكن أن تهز أسعار النفط بعملية في العراق كتب إيغور سبوتين حول الشكوك بتحضير البنتاغون لضربة موجعة للتشكيلات الشيعية لنتابع يواصل التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده اخلاء منشاته العسكريه الرئيسيه في العراق ونقل المسؤوليه الى قوات الامن المحليه في نهاية الأسبوع الماضي غادرت القوات الأجنبية قاعدة التقدم الجوية في الجزء الأوسط من البلاد. الانسحاب يعطي الجماعات الشيعية سبباً للاحتفال بالنصر، ولكن ثمة في تحركات القوات هناك ما يدل على الاستعداد لعملية عسكرية. أبلغ البنتاغون قادة قواته بضرورة الاستعداد لعمليات ضد كتائب حزب الله في العراق، ولكن لا قراراً نهائياً بهذا الشأن بعد. فليس كل ما في وزارة الدفاع الأمريكية يؤيد سيناريو القوة وفي الصدد قال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية أنطون مارداسوفا لانهيار أسعار النفط وفيروس كورونا تأثيرا سلبيا على العراق العاجز عن التوصل إلى إجماع حول تشكيل الحكومة إنما من شأن مأزق سياسي دوري إلى جانب الرغبة في رفع أسعار النفط ان يدفع الولايات المتحده الى حرب موضوعيه ظافره فايران تعاني الان صعوبه من جائحه كورونا وازمه النفط وهذا السيناريو بحسب مارداسوف خاطئ يحسن الامريكيون وجودهم في العراق بتركيز قواتهم في منشأتين في كردستان العراق وهذا قرار يحمل أكثر من معنى فهو يسمح بالحفاظ على القدرات العملياتية لضرب القوات الموالية لإيران التي تقوم بتهريب النفط من العراق إلى سوريا في الصحراء بالإضافة إلى تجنيب القوات الأجنبية فيروس كورونا والأهم حمايتها من القصف المستمر من قبل المقاتلين الشيعة وهذا ما يؤكده نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكي وهذا بحسب ماردا سوف سيساعد أيضا في حرمان الشيعة من القول بأن كل مشاكل العراق بعد تصفية بؤر داعش مستمرة بسبب وجود الغرب والآن إلى الشأن الإيراني إيرانيا قالت صحيفة العرب اللندنية جدد النظام الإيراني الثلاثاء رفضه طلب أو تسلم مساعدات من الولايات المتحدة أو عبر الرغم من أن التحذيرات صدرت من موجة ثانية من إصابة فيروس كورونا الذي فتك حتى الآن بروح ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة للنظام الإيراني عباس موسوي إن بلاده لن تطلب أبدا مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحه فيروس كورونا المستجد ويرى مراقبون ان هذه التصريحات التي تاتي والعالم يخوض حربا شرسه ضد عدو مجهول تؤكد التناقضات الايرانيه حيث قال طهران في وقت سابق انها لن ترفض مساعده الولايات المتحده خاصه بعد مناشده المجتمع الدولي دعمها ويتصاعد التوتر بين الدولتين منذ عام 2018 عندما اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي رفع العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي أما الشرق الأوسط فلقد كتبت بينما اقتربت حصيلة الوفيات من أربعة آلاف شخص في إيران قال مسؤول كبير أن طهران باتت نقطة ساخنة للوباء في وقت استأنف فيه البرلمان الإيراني أمس جلساته بمناقشة الأزمة بحضور ثلاثة من كبار المسؤولين في الحكومة مع تعزيز مسؤول كبير الشكوك في الأحصائية الرسمية قائلا إن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك بكثير لكن وكالة إيرنا الرسمية نقلت عن حامد سوري العضو في المركز الوطني لمكافحة كورونا أن عدد الإصابات في إيران قد يبلغ نحو خمسة ألاف حالة وقالت الوكالة نقلا عن سوري في وقت متأخر الاثنين لم يتم رصد كثير من المصابين بأعراض أقل شدة حسب رويترز وتنفي حكومة إيران الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط اتهامات بالتعتيم على نطاق التفشي وأيضا نآن إلى الشأن العالمي عالميا من صحيفة إزفيستيا الروسية التي كتبت ونشرت تحت عنوان ازمه الممكنات كتب البروفيسور في العلوم السياسيه بجامعه ولايه تينيسي اندري كوربوكوف حول انعكاس وباء كورونا واثاره الاقتصاديه على السياسه الامريكيه الداخليه يقول يضعف الانهيار الاقتصادي الناجم عن الوباء الى حد كبير موقع ترامب ما يمنح الديمقراطيين بعض الامل في الفوز في انتخابات نوفمبر رغم غياب المرشحين مناسبين لديهم مستغلين الذعر السائد في البلاد ويامل اعضاء الحزب الديمقراطي في حمايه مرشحهم المفضل والمرجح في الانتخابات القادمه نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن من التواصل المباشر مع الناخبين والصحافه في غضون ذلك تركت الازمه بصماتها ليس فقط على الوضع السياسي المحلي في الولايات المتحده انما وعلى السياسه الخارجيه والعلاقات التجاريه الامريكيه فبشكل متزايد يمكن سماع تصريحات حول الأزمة العميقة التي تسبب بها ترامب للنظام العالمي الذي بنته الولايات المتحدة وشركائها على مدى السنوات الثلاثين الماضية أما اندبندنت البريطانية لقد كتب وليد فارس يراقب العالم المؤتمرات الصحفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اذ يطل يوميا مع فريق عمله المتنوع لاعلام الراي العام الامريكي والدولي بالخطوات اليوميه واحيانا بين ساعه واخرى لحمايه المواطنين الامريكيين من فيروس كورونا المؤذي واعلان البرامج التي تبلورها ادارته واللقاحات والادويه المختلفه وصولا الى المعالجات الاقتصاديه ويتساءل مراقبون من شتى انحاء العالم عن قدره الرئيس ترامب وادارته في مواجهه احدى اكبر الازمات الطبيه والمجتمعيه التي واجهتها بلاده منذ قرن تقريبا منذ تفشي الحمى الاسبانيه بعد الحرب العالميه الاولى ما بين 2018 و2020 ويطرح بعض الصحفيين علامات استفهام حول قدره الرئيس ترامب على توجيه الرأي العام الداخلي وفي الوقت نفسه معالجه الازمات الخارجيه. اما مقالنا في الشأن العالمي فلقد نشر موقع العين الاخباريه تحت عنوان اطماع اردوغان توقظ الاوروبيين مقالا لعبد الحميد توفيق حول اطماع اردوغان في ليبيا ومواجهه اوروبا لها لنتابع المقال. القرار الاوروبي بالمباشره بتنفيذ مهمه بحريه عسكريه في البحر المتوسط ابتداء من هذا الشهر ابريل تحت اسم ايرين لمنع وصول المزيد من الاسلحه الى ليبيا جاء بعد تردد وتلكؤ بين اوساط القيادات الاوروبيه حتى ان البعض منهم وصفه بالمتاخر لان اردوغان تمكن من تمرير الكثير من السلاح والعتاد والمرتزقه الى طرابلس وتحول الى امر واقع لا يمكن تجاهله او القفز فوقه في اي مسعى دولي او حتى اوروبي او اقليمي يتعلق بحل مشكله ليبيا يبدو ان كيل الاوروبيين قد طفح جراء السياسه التوسعيه التي تنتهجها تركيا اردوغان ولم تعد امامهم من خيارات لدرء الخطر التركي المتنامي ضدهم وضد بلادهم ومصالحهم الا مقارعه اردوغان بالاداه ذاتها التي يلوح بها لهم في ليبيا اي الاسلوب العسكري لردعه مستثمرين بذلك قرارا أمميا بضرورة وقف تدفق السلاح إلى أطراف الصراع الليبي. القرار الأوروبي يطرح الكثير من الأسئلة حول دوافعه وأبعاده الاستراتيجية وحول جدواه وحتى حول توقيته، كما يرسم إشارات استفهام عديدة بشأن إمكانية تطبيقه، وهل يمكن تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية محتملة؟ وإذا كان السؤال المطروح يتمحور حول ما يمكن للأوروبيين أن يفعلوه بعد تمادي تركيا في عدم احترام القرارات الدولية من جهة، ولماذا الصمت الدولي تجاه خرقها للقرارات الدولية؟ المتعلقة بهذا الامر من جهة ثانية فان سؤال الموجه يتعلق بالبحث عن طبيعة واسلوب الرد التركي على الخطوة الاوروبية في حال حدوث مواجهة مباشرة بين الجانبين وهو احتمال قائم مرتبط بجوهر المهمة الاوروبية والقرار الاممي القاضي بتفتيش سفن يشتبه بنقلها الاسلحه الموقف اليوم مختلف عما سبق فاكثر من 27 دولة اوروبيه وافقت على المشاركه في المهمه، والقرار الاممي يشكل رافعه للمهمه الاوروبيه وغطاء لها، اردوغان سيجد نفسه وسياسته امام امتحان وتحد اوروبي ودولي كبير. والان الى اخبارنا المنوعه. أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة العرب اللندنية والتي قالت تكشف الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي فرصة هامة للسيطرة على الوضع الصحي في ظل انتشار الكبير لفيروس كورونا وهو ما يثبته تطبيق جديد يعمل على تطوير خبراء ألمان قادر على تتبع سلاسل عدوى فيروس كورونا واكدت الحكومه الالمانيه ان التطوير والاستخدام الطوعي للتطبيق للتطبيق مكافحه كورونا المنتظر على الهواتف الذكيه سيساهمان بشده في تقليل اعداد الاصابات الجديده بالفيروس وقال المتحدث باسم الحكومه الالمانيه ستيفن زايبرت ان التطبيق الالماني سيكون ملائما للاستخدام على تطبيقات برمجيه في دول اخرى بالاتحاد الاوروبي وسيكون متاحا للتنزيل في غضون الايام أو الأسابيع المقبلة، ويعمل هذا التطبيق المنتظر كأنه كتاب يوميات رقمي، بحيث أنه إذا جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لصاحب الهاتف الذي عليه التطبيق، يتم إرسال تحذيرات إلى الأشخاص الذين يحتمل أن يكون قد التقى بهم في آخر أسبوعين. وخبرنا الثاني المنوع، استخدمت الشرطة في إحدى المدن الهندية وسيلة مبتكرة لمساعدة المواطنين على فهم مخاطر فيروس كورونا وحثهم على الالتزام ببيوتهم لنتابع الشرطة في مدينة سورة الهندية ترتدي هذه القوذة الشائكة وتمسك بعصي ودروع على شكل فيروس كورونا لخلق وعي بالجائحة أثناء حثها الناس على التزام منازلهم والحفاظ على التباعد الاجتماعي وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن يوم الرابع والعشرين من مارس آذار إجراءات للعزل العام على مستوى البلاد لمدة 21 يوما للحد من انتشار المرض وتبتكر الشرطة في أنحاء البلاد طرقا مختلفة لتنفيذ هذا العزل وجاء يوفراج سينغ نائب رئيس الشرطة في مدينة سوراد بهذه الطريقة وهي استخدام معدات شرطية على شكل فيروس كورونا لمساعدة الناس على فهم مخاطر الفيروس ظننت أن الشرطة ستضرب الناس بالعصي أو ستتخذ إجراءات صارمة لكنني فكرت في القيام بذلك بطريقة ممتعة لرفع الوعي عند المواطنين حتى يصبحوا أكثر حذراً لأنه من واقع خبرتي وجدت أنه عندما نوضح الأمور للناس بحب فإنهم ينفذونها بطريقة أفضل وأسرع. ويتحدث نائب رئيس الشرطة وأعضاء فريقه مع المارة في الطرقات ويتوجهون إلى المواطنين في المنازل لتذكيرهم بممارسة التباعد الاجتماعي والتزام بيوتهم. وبينما تخطط الحكومة لمراجعة إجراءات العزل العام المقرر انتهاؤها في الرابع عشر من أبريل نيسان الجاري قال ثلاثة مسؤولين كبار إن هذا سيعتمد على تقييم الوضع في كل ولاية وسوف يتم تمديد إجراءات العزل العام والقيود في المناطق التي يتواصل فيها انتشار فيروس كورونا والان الى ابرز الرسوم الكاريكاتيريه التي تناقلتها الصحف الصادره لهذا اليوم لنتابع نهايه الجوله شكرا لكرم المتابعه ولا تنسوا زياره موقعنا الرسمي اليوم تي في دوت نت الى اللقاء